نجح النصر في تسجيل فوزه الثاني دورياً، وذلك بعد أن عاد من حفر الباطن محملاً بثلاث نقاط بتغلبه على مستضيفه الباطن في افتتاح الجولة التاسعة من منافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شوط أول مالت فيه الكفة للنصر الذي سيطر على مجريات اللعب معظم فترات الشوط، وهدد مرمى ضيفه مبكراً عن طريق سامي النجعي الذي أهدر عرضية مارتينيز التي واجه فيها المرمى. في المقابل اعتمد الباطن على الهجوم المضاد واستغلال المساحات، رايح يسدد كرة مخادعة وجونز يبعد الخطأ. سيطر النصر وكثف هجومه لزيارة الشباك، وفرصة أخرى تتهيأ لسامي النجعي داخل المنطقة يسددها وكمبانيا يقف بالبرصات. كان وصول الباطن لمرمى جونز خجولة، ولم تشكل هجمات لاعبيه خطرا حقيقيا خلال هذا الشوط، لتنقضي الحصة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين. الشوط الثاني وبعد مرور ساعة من اللعب، البديل خالد الغنام يحضر بالحل ويكمل محاولة حمد الله في شباك الباطن، لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو. أخطر فرص اللقاء، عبد الله مادو يتحصل على عرضية أمام الحارس كامبانيا، والأخير يتألق ويتصدى. في الجهة المقابلة أخطر لاعبي الباطن محمد رايحي يحضر في محاولة تنتهي في قبضة برادلي جونز. الأربع دقائق الأخيرة من اللقاء كانت مثيرة من الفريقين. خالد الغنام يستغل سوء التفاهم بين مدافع الباطن وحارسه ويخطف كرة برأسه ليدون هدف نصراوي أول. نعم، هدف أول للنصر، هدف أول من غلطة المدافع وحارس المرمى وخالد الغنام. والغنام نعم الأول لم يحتسب، الشباك تهتز الآن للنصر. كاد زكريا سامي يخطف أفراح النصراويين لولا وقوف العارضة مع الضيف. ومع نهاية الوقت الأصلي النصر يتحصل على ركلة جزاء بعد إعاقة عبد الفتاح عسيري داخل المنطقة، لينجح نور الدين مرابط في إضافة الهدف الثاني للنصر. رابط، نعم، هدف ثاني للنصر. النصر يصالح جماهيره. دقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب تشهد اهتزاز شباك النصر بعد رأسية من نابلس سكنت مرمى جونز هدف للباطن. أول للباطن، الباطن يسجل برأسية اللاعب البديل حسن شراحيل أو فابيو. خلص الفارق في دقائق أخيرة. لينتهي اللقاء بانتصار النصر بهدفين لهدف، رفع بها رصيده لسبع نقاط، فيما توقف الباطن عند رصيده السابق بـ11 نقطة.